ممكن بطولة الدوري ده بالذات الموسم ده، يمكن عايز أسألك برضو ايه اكتر ماتش كان بالنسبة لك هو اصعب ماتش، واكتر ماتش انت كنت مستمتع ومبسوط وانت بتلعب فيه؟ يمكن كل ماتش لينا بيكون صعب جدا، لأن أي فريق بينزل قدام النادي الأهلي بيكون تركيزه 200%، مش 100%، ويعني وده وضع النادي الأهلي ووضع الأندية الكبيرة. طبعا ده شيء طبيعي، لكن يمكن من ماتشات الواحد بيكون مبسوط فيها الماتشات اللي هي فيها كورة، فيها اللعب فيها مفتوح، وفي فرق كتير بصراحة، يعني في فرق كتيرة الواحد بيتبسط لما بيلعب قدامها، زي المقصة، زي دجلة، زي الاتحاد، زي طبعا الزمالك. يعني في ماتشات كتيرة جدا الواحد بيكون مبسوط وهو بيلعب، لأن طبعا طول ما اللعب مفتوح احنا كلعيبة بنحب طريقة اللعب اللي بتكون كده. أكيد، لكن يمكن من بعد فترة التوقف والرجوع طبيعي يا كابتن أحمد إن كل فرق العالم يبقى فيه، يعني المستوى ما يبقاش لسه، يعني لسه مش زي قبل فترة التوقف، لسه اللعيبة بقى لها 4 شهور ما بتلعبش، لكن برضو كان جمهور الأهلي في كل ماتش بيطالب، حتى لو الأهلي بيكسب، لا الأداء، إحنا عايزين الأداء أحسن، لا عايزين اللاعب ده يبقى أحسن. ده كنتوا شايفينه إزاي أو بتتعاملوا معاه إزاي؟ انا شايفه طبيعي جدا، لان النادي الاهلي عود جمهوره دايما ان رقم واحد في كل حاجه، صح، في اداء، نتائج، بطولات، وده اللي انا حاسه. يعني انا قلت لك ان يعني مش حاسس قوي بفرحه الناس بالدوري ده. طبعا الناس مبسوطه وكل حاجه، بس برضو مش هي الفرحه اللي هي ان احنا نستحقها بصراحه، لان احنا كلعيبه احنا تعبنا، ويمكن الناس في الكواليس ما تعرفش قد ايه احنا بنتعب وبنبقى مركزين في كل ماتش بنلعبه. لكن طبعا احنا طبعا عاذرين الناس، لان الناس هدفها هو بطولة افريقيا، وان شاء الله بنوعدهم باذن الله ان احنا نكون عند حسن ظنهم، وبطولة افريقيا تكون باذن الله لينا، يعني ان شاء الله باذن الله. بما انك يا كابتن يعني يعتبر خلاص دلوقتي لاعب قديم، يعني في لعيبه لسه جايه جديده، كهربا، قفشه، بودجي، بس الحقيقه احنا شفناهم بيتاقلموا بسرعه قوي، ازاي انتوا كلعيبه قديمه كده قدرتوا تحتووهم ونشوف الصوره دي كان اللعيبه دي بقى لها كتير قوي في النادي الاهلي؟ بالظبط ده اللي بيحصل مع اللعيبه كلها، يعني ده اللي حصل معايا برده من 6 سنين. يعني انا يعني بقالي 6 سنين في النادي، ويعتبر من اللعيبه القدام في الفرقه. نفس اللي حصل معايا بيحصل مع كل اللعيبه، اللي حصل مع كهربا، اللي حصل مع قفشه، مع بادجي، مع كل اللعيبه. اللعيبه في النادي الاهلي احنا في اوضه اللبس كلنا واحد، كلنا اخوات. يعني مش بنحس ان فارق مين يلعب اساسي بالظبط، ومين. وده اللي مميز النادي الاهلي بجد، يعني ده مش كلام، لا دي يعني في ممكن الناس مش شايفه ده في اوضه اللبس. اللعيبه الكبار او اللعيبه القديمه اللي موجوده بتحتوي اللعيبه كلها، اللعيبه الصغيره، اللعيبه اللي هي لسه داخله علينا، يعني بنحسس ان اللعيبه اللي لسه داخله علينا ان ما فيش اي فرق بين لعيب والتاني. انتوا موجودين في النادي الاهلي، هو قدركم انتوا موجودين في النادي، يبقى كلنا نشتغل ويكون هدفنا واحد، وهدفنا هو مصلحه الفريق، وده اللعيبه كلها شغاله عليه. وطبعا نوعيات اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي بتبقى مختلفه شويه، يعني اعتقد يعني كل اللعيبه اللي موجوده عندها شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، فده بي 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 بيسهل عليهم شويه برضو ان هم يكونوا يعني بيدخلوا مع التيم بشكل كبير وبشكل سريع. اكيد، يمكن كنا بنتكلم كمان ان الموسم ده كان موسم صعب على كل الفرق. عايزه برضه اعرف منك كان دور مجلس اداره الاهلي والجهاز الفني ازاي في ان هو يدعمكم في وقت صعب زي ده. عايز اقول لك ان الكابتن خطيب ومجلس اداره والجهاز الفني على طول، يعني تقريبا كل اسبوعين مثلا لازم في اجتماع، بيتكلموا معانا على طول ان هم في ظهرنا، ان هم اي احتياجات الفريق هتكون موجوده. فده طبعا بيبقى بالنسبه لنا احنا كلعيبه لما بنشوف الكابتن خطيب ومجلس الاداره على طول بيدعمونا، فاكيد ما فيش شك طبعا بنحاول ان احنا يعني نشتغل على نفسنا ونسعد الناس دي، ونسعد اولا طبعا جمهور النادي الاهلي، فما فيش شك طبعا يعني ليهم دور كبير جدا
كمجلس اداره وجهاز فني وجهاز والكابتن سعد عبد الحفيظ طبعا عامل دور كبير جدا معانا، فاكيد طبعا ما فيش شك يعني فارق جدا مع اللعيبه.